بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، أجواء مثالية هنا في هذه المباراة قبل انطلاقة هذا اللقاء. من خلال كابينة التعليق متواجد معكم، أحبكم على الدوام بالتأكيد، واستعيد بالتعليق على هذه المواجهة حيث سيكون المرينجي ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد. نتمنى بأن تشاهد متعة كبيرة على أرضية الميدان اليوم، نريد كرة قدم جميلة وندية من الفريقين. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة، الله على التصدي، تيرشتيغن يوقف على الكرة، يبعد الخطورة عن منطقته، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. أوهو، حكم يحتسب ركل جزاء في هذه اللحظات، فرصة محققة للتقدم في النتيجة. كرة خطيرة، فرصة هدف لبابي، ركلية لمصلحة المرينجي، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. جون ستونز، الكرة مع ميسي، افتكاك الكرة داخل المنطقة، ليو ميسي، فرصة خطيرة هنا، والهدف الأول في المباراة يأتي. لا يمكن الصمود أمام كل هذا الهجوم، أجواء خيالية، احتفالات كبيرة، هدف مستحق بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. فينيسيوس جونيور، بيرزيتش، لوكاكو، ذهبت للفريق الخصم. ألفاريز هنا في مكان خطير، فرصة لوضع الكرة في الشباك. أوهو، وكرة في المرمى، وريال مدريد ينجح في زيادة الفارق إلى هدفين. نشوف إعادة الهدف. دقيقة في هذا الهدف، إصرار كبير، واضح أنه كان مصمم على التسجيل مهما كان حجم الضغط عليه. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. خوان بيرنات، تير شتيغن، هاري ماغواير، لوكاكو، بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. تدخل سليم، وافتكاك سليم للكرة. الحكم يعلن عن إضافة دقيقتين. روميلو لوكاكو، البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان، يقلصون الفارق ويعيدون الأمل ويبقون على الحظوظ. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل. هذه هي إذا نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف. ضربة البداء في الشوط الثاني من اليونايتد. خوان بيرنات، وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. قد نشاهد فرصة لإرسال الكرة في الشباك، مرونة ممتازة من تير شتيغن. بيخلص الخطورة عن مناطق، عند الفرصة يتدخل شتيغن، واللعب مستمر الآن، مستحيل، الكرة في المرمى، الهدف يأتي، وريال مدريد بفارق الهدفين الآن. نلقي نظرة أخرى على الهدف هنا ونشاهد فرصة أولى كانت تصدي لها في الموعد، لكنها ظلت خطيرة لتأتي المتابعة السريعة والكرة في الشباك. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. يا سلام على التدخل بدون مشاكل.
هاري ماغواير، خوان بيرنات. قرار سليم من الحكم بعدم تعطيل هجمة ريال مدريد. لوكاكو، ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. راية من مساعد الحكم تعلن وجود تسلل. لوكاكو الآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. يتحرك بالكرة للأمام. كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية. يا الله، الكرة تعود للاعب الآن من ضربة مرمى. عمليات الأحمام من جانب البدلاء، واضح المدرب يفكر في شراء بديل في هذا التوقيت. كرة تعود إلى الخلف، إلى خارج الملعب، ركل الزاوية. يبعد الخطورة في هذه الكرة. جون ستونز بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. وهذه هي لحظة النهاية. الصافرة تأتي لتؤكد على أوجاع مانشستر يونايتد بالخسارة اليوم. الفريق عانى اليوم دفاعيا، وبدون شك كان واضح بأنه غير قادر على تقديم مردود طيب لفرض نفسه على خصمه في الملعب. في النهاية